أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم دوكر. قمنا خلال المقدمة السابقة بالتمهيد لهذه الدورة والتي سوف نتعلم من خلالها ما هو الدوكر وكيفية القيام باستخدامه والتعامل معه. فكما ذكرنا أنه إذا أردنا القيام بتنصيب أبليكيشنز وتشغيلها فنحتاج إلى Operating System، نظام تشغيل يتوافق مع هذه الأبليكيشنز. وأشرنا إلى أن الأداء الخاص بهذه الأبليكيشنز يتأثر بشكل مباشر بنظام التشغيل وبمواصفات الجهاز، وفي حال لم يكن هناك تطابق فأستطيع حل هذه الإشكالية بأكثر من طريقة. إما أن أقوم بتنصيب نظام تشغيل جديد على الجهاز بشكل مباشر، أو أقوم مثلا باستخدام Virtual Machine، نظام تشغيل افتراضي، أو أقوم باستخدام الدوكر. فعليا الدوكر هو Software Platform، هو منصة برمجية أقوم من خلالها بإنشاء Services وخدمات. الدوكر فعليا يقوم باستخدام Operating System الخاص بالجهاز المضيف بشكل مباشر افتراضيا، وذلك من أجل القيام بجلب المكتبات والResources اللازمة لبناء الابليكيشن وتشغيله وتوزيعه بشكل سريع. هذا إلى حد ما يشبه آلية عمل الفيرتشوال ماشين الأنظمة الافتراضية، فهي فعليا نسخ رقمية تشبه إلى حد كبير جهاز الحاسوب الفيزيائي، فهي تحمل على نظام تشغيل خاص بها، وبعدها أستطيع القيام بتنصيب الابليكيشنز المرادة والقيام بتشغيلها مع مختلف العمليات عليها. وأيضا أستطيع القيام بالتواصل مع الإنترنت وإنشاء شبكات وما إلى ذلك. فهناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام كل منها. فمثلا بالنسبة للفيرتشوال ماشين لدينا فيرتشوال بوكس وأيضا VMware، ولكن بما أن الدوكر يقوم باستخدام نظام التشغيل بشكل مباشر ولا يقوم بتنصيب نظام التشغيل خاص به، لذلك سوف نقوم بالتفاعل معه والتعامل، وذلك باستخدام موجه الأوامر أو التيرمينال CMD. لذلك التعامل معه لحد ما أكثر صعوبة. بينما إذا قمنا باستخدام الفيرتشوال ماشين فهنا لدينا نظام تشغيل خاص بنا، وكأنما نقوم بالتعامل مع حاسب مستقل. إذا لدينا هنا تعامل مع النوافذ. كما نرى لدينا هنا النظام الأساسي على الحاسب هو ويندوز، ولكن هنا على الفيرتشوال ماشين وهي فيرتشوال بوكس هنا لتنصيب أبونتو بهذا الشكل. لذا دعونا نرى المقارنات بين الفيرتشوال ماشين والدوكر، أيهما أفضل وأيهما المحبذ للاستخدام. أولا بالنسبة للدوكر والفيرتشوال ماشين، فهنا الاختلافات تكمن في نظام التشغيل Operating System Support والأمان Security وPortability قابلية النقل والأداء Performance. فمثلا بالنسبة أولا للنظام التشغيل الداعم، فلدينا هنا بالنسبة للبنية كلاهما يحتوي على Infrastructure وهي الهاردوير الخاص بالجهاز الأساسي، ومن ثم نظام التشغيل الخاص به OS Operating System. بعدها بالنسبة للVirtual Machine لدينا Hypervisor، وبالنسبة للدوكر فلدينا الإنجن الخاص به. من ثم إذا أردنا القيام بتنصيب Virtual Machine خاص بنا، فأولا نقوم هنا بتنصيب Operating System Guest الضيف، وبعدها نقوم هنا بتحميل المكتبات اللازمة لعمل هذا الابليكيشن بهذا الشكل. بينما في حال قمنا باستخدام الدوكر فهو يقوم باستخدام الهوست Operating System بشكل مباشر، فلا حاجة للقيام بإنشاء Guest Operating System، وإنما نقوم باستدعاء المكتبات بشكل مباشر وبعدها نقوم باستدعاء الابليكيشن بهذا الشكل. لذلك الدوكر هو أخف وأسرع من هذا الجانب. أما بالنسبة للVirtual Machine فإن اللود والحمل سوف يكون أثقل، لأنه لدينا نظامات تشغيل الهوست والجيست. أما بالنسبة للSecurity الأمان، فبما أن الVirtual Machine لديها نظام تشغيل خاص بها مستقل فهي أكثر أمانا وصعب الوصول إليها وأقل عرضة للمخاطر. بينما بالنسبة للدوكر فبما أن الريسورسز مشتركة وغير موزعة namespace ليست مقسمة على clusters، لذلك في حال attack وحال هجوم والوصول إلى إحدى هذه الباكيجز التي تسمى containers في الدوكر، فبقية الكونتينرز وهذه النسخ الافتراضية سوف تكون عرضة للاختراق، لذلك الدوكر أقل حماية من هذا الجانب. أيضا بالنسبة مثلا portability قابلية النقل، فبما أن الدوكر هو أخف من ناحية التنصيب ومن ناحية الحجم فهو أسهل للتنقل وأستطيع القيام باستخدامه على مختلف الأجهزة. بينما بالنسبة للVirtual Machine فسوف يكون ذلك أصعب، وذلك لأنه يحتاج إلى القيام بالفصل بين الهوست Operating System والجيست Operating System. لذلك في مجال التطوير غالبا ما يتم استخدام الدوكر لأنه أسهل وهو الخيار الأمثل. وأيضا أخيرا بالنسبة للPerformance والأداء، ففعليا لكل من هذه الأدوات استخداماتها الخاصة. فإذا أردنا القيام بالتعامل مع الواجهات وأردنا Visualization فمن الأسهل القيام باستخدام الVirtual Machine. أما إذا أردنا القيام بالتطوير والاختبار والعمليات الجماعية الموزعة
فمن الأسهل القيام باستخدام الدوكر. ربما في المستقبل سوف نقوم بإنشاء دورة للتعامل مع الفيرتشوال ماشين بشكل مباشر، أما هذه الدورة فسوف نقوم بتخصيصها للتعامل مع الدوكر وكيفية القيام بتنصيبه والتعامل معه وفهم آلية عمله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أن تكون الآن معلومات أكثر وضوحاً بالنسبة للدوكر وما هي الغاية من استخدامه. لننطلق في الدرس القادم ونبدأ بالتعامل معه وتنصيبه لأجل القيام باستخدامه في كثير من الأبليكيشنز نسبة إلى مكتبات خاصة ومعينة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.